شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السمنة. السمنة عند الأطفال وأسباب السمنة عند الأطفال. ابتداء الشراهة، الشراهة في الأكل واستهلاك الطعام بمعدل يفوق حاجة الجسم عند الطفل. أيضا قلة الحركة عند الطفل، قلة النشاط عند الطفل. أيضا الوراثة لها دور ثانوي في أسباب السمنة. أيضا أسباب اجتماعية، إذا كان الوالدين سمينين وشريهين فسوف يحذو طفلهما حذوهما بسبب الشراهة وكثرة الأكل الموجود في المكان والبيت. أيضا اضطرابات الغدد الصماء، وهي أسباب نادرة جدا، أسباب نادرة الحدوث في الغدد الصماء، نادر ما تسبب سمنة في الجسم، بس هي ممكن تكون أحد الأسباب ولا ننفي هذا الكلام. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الأحليبي، تكلمنا عن أسباب السمنة. أتمنى أنكم أشوفكم في درس قادم إن شاء الله. في أمان الله.